فإذا عم نتابع فقراتنا لليوم بعالم الصباح، روى وضيفة انضموا لنا بمحطتنا التالية على صحة السلامة، والنقطة يلي رح تشرح لنا عنها أكثر هو موضوع التأمين الصحي وأهميته وشو لازم نعرف عنه. صباح الخير لكل المشاهدين. عنا بثقافتنا العامة منقول مسلمين أمرنا لله ومتكلين على الله وإن شاء الله ما بيصير شيء. هالشيء أكيد كتير ضروري وكتير مهم من ناحية التسليم بالقضاء والقدر وبأمر الله، لكن هيدا ما بيمنع أنه ناخد احتياطاتنا ونكون مستعدين لأي طارئ، وخصوصا أي طارئ صحي ممكن يصير معنا. التأمين الصحي في جدل كتير حوله، الأشخاص اللي ما بيتغطوا بأي شكل من أشكال التأمين سواء الضمان أو غيره ما بيفكروا بعملية التأمين الصحي، أو يمكن دايما عندهم مخاوف من أنه ما يحصلوا على الخدمات اللي هن بيتوقعوها. فاليوم بدنا نحكي عن الأمور، خمس أبرز أمور لازم نطلع عليهم لما بدنا نختار أي انشورنس بلان أو أي برنامج تأمين صحي، لحتى نكون نحن عارفين حقوقنا وشو بدنا نتوقع. ضيفي اليوم الأستاذ إلي حنا، وهو نقيب بسطاء التأمين بلبنان. صباح الخير إلي. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك، وبدي أقول لك كمان مبروك، أنت صرت عضو مجلس الضمان الوطني. الوطني للضمان. نعم. عضو مجلس الوطني للضمان كممثل لوسطاء التأمين. صحيح. بلبنان، مبروك. على السريع، ليه نحن بعد ثقافة التأمين منا كتير موجودة عنا أو في مخاوف حولها؟ مثل ما بلشت حضرتك بالمقدمة أنه الناس بتقول خلينا نتكل على الله. أولا في الوضع الاقتصادي منه كتير منيح، بتعرفي هيدا بيأثر على القدرة الشرائية عند المواطن، هي واحدة شيء منه. والشيء الثاني هو الناس بعدها مثل ما عم تقولي بتقول انه ننتكل على الله مثل ما الله بيريد، لا ما بدنا نعمل تأمين. لا بس انا بقول لك انه تحسن، يعني صار في توعية تحسنت بموضوع التأمين، وهيدي اسباب عديدة. اولا الكلفة الاستشفائية، اذا عم نحكي عن موضوع الاستشفائي صارت مكلفة، صار المواطن عم بينتبه انه لا انا لو كان عندي تأمين كنت وفرت على حالي على جيبتي. ثاني موضوع هو البرامج حضرتك هلا، يعني اليوم نحن عم نحكي بالتوعية التأمينية، وهيدي شغلة بتساعد لحتى الناس تعرف أهمية التأمين. بفتكر طبعا أكيد شغلة كتير مهمة، ونحن عم نركز بذكر أنه على الهيلث انشورنس أو التأمين الصحي. بدنا نستعرض إلي، أكيد دايما منشوف بوليسة التأمين والعقد عبارة عن صفحات 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 وبنود مكتوبة وخط صغير. بعتقد 90% أو 99% من الأشخاص ما بيقروا هالعقود بتمعن قبل ما يمضوا، بيتكلوا على ممثل شركة التأمين أو الوسيط شو بيفسر لهم. مرات يمكن الوسيط بيتخاذل بتفسير أمور، مرات يمكن بيكون فسرها المستهلك أو الزبون ما يعني أو المستفيد من التأمين ما استوعبها مزبوط أو ما سجلها، فهون بيصير بقى المشكلة واللغط إنه ما بتوقع المشكلة أنت قلت لي هيك، لا ما عرفت وما غطيتوني، وشركات التأمين ما بتقوم بواجبها ونحن ما حصلنا على الخدمة. على شو بدنا نتطلع لنحمي حالنا ونحصل على أفضل خدمة؟ خلينا نتطلع على أول بند لازم ننتبه له اللي هو Guaranteed Renewability أو التجديد، التزام الشركة بتجديد العقد بدون شروط. شو بيعني هيدا الشيء؟ أول شيء تقول مثل ما قلت حضرتك، العلاقة هي بين المؤمن وما بين شركة ضمان أو شركة التأمين هي العقد. نعم. العقد أساس كل شيء. العقد بيكون فيه شروط، في شروط عامة وشروط خاصة وفي استثناءات. نعم. بس بدنا نجي نحكي أهم بالنسبة لنا اليوم بهالمرحلة اللي جاي، أهم شغلة هي مثل ما قلت الجارانتينيوبيليتي، اللي هي تلتزم شركة التأمين إنه تجدد العقد، لأنه العقد العقد سنوي. نعم. واليوم فيها شركة تأمين بأي وقت هي بتلتزم بتغطية المريض أو المؤمن بخلال فترة العقد اللي هي السنة. قبل بالسابق ما كان في شيء اسمه جي آر، اليوم صار في جي آر اللي هو بيحمي المؤمن في حال صار معه أي، إذا كان حاصل على هالجي آر، لأنه مشكل مش على طول في يحصل على جي آر، إذا هو مهم وقت انتسب للشركة التأمين. نعم. كان ما عنده مشاكل وقدر حصل على جي آر، قلت له أنت عندك جي آر، هون بيكون يعني عم تجديد غير بدون أي شروط، تجديد بدون أي شروط، هون بيكون عم بيحمي حاله أنه شو ما بيصير معه بخلال السنة من بعد ما يحصل على التأمين شركة التأمين تلتزم أنه تجدد له العقد وما بعود عنده مشكلة. يعني خلينا نعطي مثال، إذا المؤمن عمل تأمين لإله صحي لإله لعائلته، وخلال هالسنة ما كان عنده مشاكل بالقلب، خلال هالسنة تبين أنه عنده مشاكل بالقلب وصار مريض قلب،
بهالحالة الشركة ملتزمة انه تجدد العقد سنويا وبدون اي وتغطي تكلفة العلاج، على شرط انه يكون هو حاصل على الجي ار قبل ما يصير معه المشكلة. ما هي الفكرة؟ يعني في يكون امرار بعض الشركات بتعطي الجي ار فروم داي 1 من اليوم الاول، نعم، في بعضها بتعطيها بعد فترة سنة، نعم، اذا كان حاصل عليها من اليوم الاول وصار معه مشاكل فاذا هو على شرط انه هو يكون معبي طلب التامين. طلب نعم. التامين هو شيء اساسي جدا، يعني نطلب من المواطنين او اللي عم يستمعوا لنا هلا انه يركزوا يكونوا صريحين عن الوضع الصحي تبعهم، يعني ما يخبوا شيء لانه اي فورس ديكلاريشن او اي تصريح خاطئ ممكن انه يلغي العقد كله سوا حتى لو كان حاصل على جي ار لو على هيدا، وبالتالي هو بيخسر، وبالتالي هو بيطلع المؤمن هو صحيح. بيخسر. فاذا هاي اول نقطه بدنا نطلع عليها ونجرب نحصل عليها قبل ما يكون في اي مشاكل صحيه، يعني من اليوم الاول. سقف التغطيه شو يعني؟ بدنا نطلع لما بدنا نختار البرنامج على سقف التغطيه. صحيح، سقف التغطيه بيسوى يكون في سقف اللي هو التغطيه كلها سوا، يعني اليوم بيكون لنقول واحد مأمن درجه اولى، نعم، درجه اولى في يكون عنده سقف لنقول 200,000 دولار او 150,000 دولار او انليمتد غير محدد، هيدا هو سقف التغطيه كلها سوا. بس كمان بضمن شروط العقد في بعض الحالات بحطوا سقف لمرض معين او لحاله معينه، نعم، مثلا اذا ما ناخذ هيك شيء الناس 3/4 اللبنانيه صار هلا عم نقول الستنت او الرسول بحطوه بالقلب، نعم، اللي كل كثير صار هلا، نعم، شائع، والناس يعني قبل ما تروح تعمل عمليه بجرب الحكيم او في محلات معينه بيستعمل رسول، هيدا مكلف، نعم، في بعض الشركات او بعض العقود بتكون حتى سقف لهالموضوع، نعم، او بروتيز اذا واحد كسر قلب كسر حاله، نعم، كمان هيدا بيكون في سقف امرار. هون السقف بيختلف بين عقد وعقد، بين شركه وشركه. وممكن السقف يختلف، يعني يكون الشخص ماخذها انليمتد، يعني ما لها حدود بالمطلق، لكن في حالات استثنائيه بيقولوا له بهالحاله، بحاله مثلا ستانت او رسول بالقلب، عندك سقف 5,000 دولار على فبدنا نعرف ننتبه، يعني نقرا التفاصيل حتى يمكن المؤمن يفكر انه انا عندي انليمتد ما في سقف للتغطيه. صح، بيجي بس يكون عنده حاله معينه مثل ستانت او بروتيز او اي شيء، بيلاقي حاله انه لا عنده سقف معين ما في يتخطاه، وبيقول ما قلتوا لي ما فسرتوا لي، فلازم نقرا هالموضوع او نسال عنه. سقف التغطيه بكل الحالات لوين بيوصل، وبالتالي نحن بنقرر. طيب الاستثناءات او الحالات اللي ما بيغطيها برنامج التامين اللي نحن عم ناخده، هالبوليصه اللي نحن عم نختارها، بكثير من الحالات بنشوف مثل القواعد باللغه الفرنسيه، في القاعدة لكن في 100 استثناء. فببوالص التأمين بنلاقي هالشي كمان شوي. تكون صريح، الاستثناءات تقريبا اليوم بالبرامج التأمينية الموجودة بالسوق اللبناني تقريبا قريبة لبعضها، نعم، بس الأكيد المهم جدا الاستثناءات شغلة على المؤمن انه يطلع عليها. أكيد الوسيط التأمين بده يشرح له يعني بده يشرح له يرجع يقرأ. فعلا بده يشرح للكلاينت للمؤمن، يقول له انت عندك هاي الحاله او هاي الحاله او هاي الحاله مستثنات ما فيها تكون مغطايه. فهون كثير مهمه انه هو يكون مطلع عليهم قبل، لانه سبب المشاكل مع شركات التامين او مع امرار بيتخانق المؤمن مع الوسيط تبعه هي من وراء عدم تفسير او ما كان عنده معلومات الكامله. نعم، اذا عنده معلومات الكامله بتكون شيء شغله بتصير واضحه بين الطرفين او بين الشركة التأمين والمؤمن، نعم. وهون ساعتها خلص اذا انا عارف حالي انه ماني مغطى على هذا الموضوع صار مع شغله، بتصير من قبل عارف، ما بقعد بتاثر اذا قالوا لي ماني مغطاه او ما بتفاجئ بالموضوع. أوكي. وهون لازم يركزوا على الاستثناءات، لانه هالاستثناءات بعض الاحيان في بعض البرامج بتحط استثناءات اضافيه او نعم. هيدا ينتبهوا عليها، لانه هيدي الشغله كمان بتاثر عليهم بالنتيجه بالسنه التعاقديه. نعم. طيب استمراريه التغطيه يعني شو بتعني؟ هي العقد سنوي، انا بدي امن على حالي صحيا، كيف بدي اطلع هي اذا عم تحكي الكونتينيوتي او الاستمراريه تكون استمراريه التغطيه، هيدا عاده فقط نحن بننتبه عليها وقت بيكون مؤمن، يعني عاده الوسطاء اول ما بده يفكروا بيسالوه اذا كان مؤمن قبل. اذا كان مؤمن قبل يعني كان مثلا بشركه ثانيه عنده شركه تامين معينه وحب ينقل على شركه تامين ثانيه، نعم، اهم شيء يقدر يحافظ على الاستمراريه، يعني يتاكد انه هو عم بينقل على شركه بتعطيه استمراريه على العقد السابق لحتى ما يخسر اي شرط او اي تغطيه هو كان اوريدي كان عنده اياها
مسبقا بالعقد اللي هو موجود بين ايديه. يعني مثلا اذا كان عنده تغطيه كمريض اي مرض مزمن مثلا قلب او غيره، صحيح، لازم هالشركه الجديده تكمل تغطيه، ياكد هو انه الشركه قبلت تغطيه بهيدي الحاله، لانه ساعتها احسن ما ينقل لسبب ما. عاده يعني المواطنين بينقلوا لسبب يمكن يكون يا مادي ليشوف يمكن لقى حاله شوي موفر بالسعر، او يمكن ما عجبته الخدمه او ما عجبته الخدمه. بالمبدا شو ما كان السبب لازم ينتبه انه وقت عم بينقل من عقد لعقد او من سنه تعاقديه لسنه تعاقديه ثانيه مع شركه ثانيه يكون عم بياكد انه في عنده استمراريه. نعم، وهي كتير مهمة، استمرارية بالتغطية لكل الأمور اللي كانت صحيح عم تتغطى قبل كمشاكل صحية أو استشفائية. طيب، فترة الانتظار قبل الاستفادة من برنامج التأمين كمان يعني معناته نحن لما بنختار هالبرنامج وبنمضي العقد مع الشركة ما بيكون التأمين ساري المفعول مباشرة، هيدا بيكون ساري المفعول مباشرة على بعض الحالات، يعني على الحالات إذا بدك الإمرجنسي أو الطارئة. نعم، يعني اليوم يمكن واحد من اول ما يمضي العقد دغري اذا قلب لنقول صار معه حادث او قلب يمكن يكون مغطى من اول نهار، هيدي مزبوطه. بس في بعض الحالات بحطوا ويتنج بيريد او فتره انتظار، بقول لك انه لنقول ليتغطى هالحاله حتى ما نفوت بحالات، لان اذا بدنا نحكي كثير من المواطن اليوم والوقت يمكن قصير. طبعا، بس سؤالي هالحالات اللي بدها فتره انتظار بتكون مذكوره واضحه؟ بتكون مذكوره، بيكونوا قايلين انه اول 3 اشهر مثلا هالحالات ما مغطيين او فبتكون معدده، يعني عاده بتكون معدده. نعم، لازم يطلع عليها المؤمن او طالب الضمان، وهون ساعتها بيكون هو عارف حاله انه هالحالات ما مغطيين، بصيروا مغطيين تنقول بعد 3 اشهر او بعد 6 اشهر او بعد سنه. نعم، فهيدي شغله كثير اساسيه، كمان هيدي من الاسباب اللي بتعمل مشاكل مع بالتعاطي ما بين المؤمن وما بين الشركه الضامنه. نعم، فاذا هي نقطه كثير مهمه نعرف شو اللي مؤمن، شو اللي ساري المفعول مباشره بيتغطى وشو اللي لا. صحيح. طيب، دائما في ناس بلخبطوا بين الان والاوت، يعني هلا استعرضنا الخمس نقاط الاساسيه اللي كلنا لازم نطلع عليهم لما بنختار برنامج تامين، لكن اذا فينا نقول نوعيه التامين شو بيغطي؟ في الان والاوت. الان يعني بدنا نكون دخلنا مستشفى داخل، يعني ان ولا بس مجرد انه كنا بالعياده زرنا الطبيب بالمستشفى؟ لا، الان معناتها انه المريض بحاجه للدخول للمستشفى. نعم، يا اما دخول لازم يكون الدخول يعني وقت يتخطى ال 24 ساعه، لانه في كمان قبل الان في يكون بالطوارئ، يعني نعم، عنده حاله طارئه بفوت بساعه بيطلع من الطوارئ، هو هذا ما بيعتبر ان تدخل ضمن الان. ضمن التغطية، يعني اذا راح على غرفة الطوارئ وبقي ساعة او ساعتين هيدا ضمن الان. هلا كل الفحوصات اللي بتنطلب تتغطى. روى عم تضوي على نقاط كتير اساسية بتفيد المواطنين، وهيدي اذا فعلا بيمشوا فيها بتخفي على كتير مشاكل. نعم، اليوم من المشاكل اللي بتصير كمان بالتعاقدية بين المؤمن وشركة ضامنة هي انه اليوم الانسان المواطن او الشخص اللي هو عم يعمل تأمين بيكون عنده بس ان بيروح عند بتسائب انه بيروح ليعمل فحص خارجي، بتقول له شركه التامين منك مغطى، بيقول له ولو ما انا صار لي سنين معك ودافع، بتقول له بس انت منك عامل ان. او بامراض يعني فرضا رح نعطي مثل ليكون قريب، انطلب منه صوره اشعه معينه، هيدي ما تعتبر هو شو بيطلع امرار، بيكون المريض او بحس حاله لا هيدا اذا فت على المستشفى بلكي بفوت بنام 24 ساعه، انا بعمل هالصوره هيك احسن ما ادفع من جيبته وبرتاح لي 24 ساعه وبعدين بطلع. لا، اليوم هيدا الشغله بتسبب مشكل، لانه طبعا بعدين هيدا مستشفى مش اوتيل، بعدين يعني هيدا مستشفى مش اوتيل، وبعدين انت اليوم الانسان بتعمل صوره لتشخص المرض. طبعا وقت تشخص المرض معناتها لازم تعرفي قبل شو بكي، بعدين اذا بحاجه لتفوتي على المستشفى ساعتها هون شركه التامين بتلتزم انه تفوتك على المستشفى. نعم، بس انه اليوم انا بدي وجعني راسي هيدا فوت اعمل كم صوره ونملي 24 ساعه، لا اكيد ممكن شركه التامين تقول لك لا هيدا منا حاله طارئه، فيك تروحي قبل بتروحي عند الطبيب. اذا الطبيب لازم يطلب منك فحوصات معينه بتعمليهم، اذا الفحوصات نتيجتهم بينت انه بحاجه للدخول على المستشفى ساعتها هون بصير دخول المستشفى. هون بصير في حالات كثير مشاكل اذا ما كان المواطن عارف انه فهمين هذا الشيء. فاذا رح نرجع نوضح، الان هو انه نحن دخول مستشفى، صحيح، ننام بالمستشفى يعني اكثر من 24 ساعه او بغرفه 24 الطوارئ او اكثر، او يعني اكثر، او بغرفه الطوارئ دخلنا وانطلب فحوصات وغيرها فاذا بتتغطى، او اذا عندك حاله حتى. نعم، بس كمان نوضح اليوم اذا فتت بحاله مرض تنقول في كسر مثل ما حضرتك، خلينا نعطي اهون حاله فتي لجوا، اوكي هونيك كل الفحوصات لو منك عامله ان مغطيين لانه في حاله معينه فتي على اساسها. نعم، بس مش انه اذا ايدك عم توجعك، فرق بين ايدك عم توجعك او قلبتي وفي كسر، في كسر طبعا، اذا ايدك عم توجعك بس
لازم تروحي اول شيء تاخذي دواء معين بركي يكون يعني شغلي طبيب تنصحها شغله عاديه. نعم. هيدا اذا لا ممكن تروحي للصوره او لا يعني بتصير تطلع تدريجيا بالتشخيص. هذا كله بيكون اوت كله هذا بيكون ضمن المستشفى بس يبين شو الحاله اذا في حاجه في حاجه دخول على المستشفى ساعتها المريض دغري بحق له يفوت على المستشفى وفق الشروط. طيب اخيرا الي قبل ما نختم، من اي عمر بتنصح الناس يفكروا بالتامين الصحي؟ من اي عمر بنبلش نفكر بهالموضوع؟ من يوم صفر، من دايز، من يوم الاول. هلا بهالموضوع كمان اذا عم نحكي على انه طلبت النصيحه، ممكن في بعض الشركات تقول لك انه الولد انا بنغطيه فروم داي 14 يعني من اليوم ال 14. نعم. ولكن في بعض الشركات بتغطيه فروم داي زيرو، فاذا في غطي فروم داي زيرو فاتس جود لحتى تكون حتى اذا بدك من قبل الزيرو وقت اللي بيكون المراه حامل وبيكون البيبي يعني يكون كمان ان كيس صار معه شيء يكون مغطى، بس انه لنحكي هيك ببساطه قد من الصفر. اكيد يمكن اولا اوفر على جيبتنا لانه بتكون الدفع اقل وكمان التغطيه بتكون افضل يعني نستفيد مش من الاول. مش لانه هيك لحتى لانه اليوم مثل ما قلنا الانسان صحته عم تتغير يعني ما حدا بيعرف شو جايه بالصحه صح. فاحسن يامن وقت بيكون هو بحاله جيده مش انه يامن من بعد ما يصير عنده مشكل صحية. لانه اذا صار عنده مشكل صحي اما شركه التامين ما بقى تاخده وهيدا حقها لانه هي منا كاريتاس بالنتيجه. نعم. وما بقى فيك تعطيه تغطيه بصير بحاجه انه يشوف شو بده يعمل. نعم. او يضطر يحكي مع يا يبيع شقفه ارض او يحكي مع اصحابه او مع اهله تي يساعدوه. فمن هيك بننصح من الاول بيكون بصحه جيده يعني احنا بننصح المواطنين مش انه بس يسخنوا يروح يعملوا تامين، يعملوا تامين قبل ما يسخنوا وان شاء الله ما بيستعملوه يعني. اكيد اكيد ولكن يكون حاسين بالراحه النفسيه في حال ما كان عندهم اي جهه ضامنه تغطيهم في حالات المرض والاستشفاء. الي بدي اشكر حضورك معنا اليوم، يعني بعتقد حلقتنا اليوم ضوت على نقاط كثير ناس عندها اسئله عليها وكلنا بنضيع فيها وما بنكون فهمانينها، فان شاء الله نكون هيك وضحنا امور اساسيه. شكرا لك مشاهدينا، شكرا لمتابعتكم، نرجع لعندك غاده. يعطيك الف عافيه، بس انا عندي استيضاح ليش في شركات على نهار ال 14 يعني من بعد ما يمروا 14 يوم بيامنوا على الاطفال؟ لانه طبيا بيعتبروا انه يعني المولود لحتى يكون الملف الصحي صار كامل عنده بده 14 يوم، هيدا اللي تقريبا يعني متعارف عليه انه بصراحه ما بدي فوت بالتفاصيل الطبيه لانه ماني طبيب. نعم. ولكن هذا المتعارف عليه انه الولد بعد 14 سنه تقريبا بتكون صارت الوضع الصحي تبعه مستقر وواضح، بتبين اذا عنده اي مشكل ساعتها بصير مبلش مغطى. او في بعض شركات بتغطي من اول يوم، في بعض البرامج بتغطي فرام داي زيرو فرام داي 1. ميرسي لكم، يعطيكم الف عافيه. ميرسي لك روى كمان، رح ناخذ مشاهدينا بريك كمان مره، خليكم معنا.